ممكن السؤال اللي مهم جدا ان احنا نسأله، ليه السرطان ممكن يرجع بعد 5 4 سنين للشخص اللي بيتبقى اصابته؟ مش ده مش اساسي يعني، انا بقوله ده مش لازم، لكن في اوقات كتيره بيرجع. ايه السبب وليه هل كل بيبقى اكثر الحالات شراسه؟ بيرجع ولا في حالات معينة ممكن وليه يرجع؟ اكثر شراسه؟ طيب خلينا نقول طبعا ان كل ما شخصت بشكل مبكر كل ما نسب الشفاء عالية. يعني نسب الشفاء عالية يعني المريض اتبع النظم الوقائية اللازمة فأدت بيه ان المرض ما رجعش. مرحلة اولى اكتر من 95% شفاء، يعني 5% ارتداد. مرحلة تانية ممكن ننزل ل 80% شفاء، مرحلة تالتة ننزل ل 60% شفاء. يعني هناك 40% ممكن يرجعوا في المرحلة التالتة، تقريبا 20% في المرحلة التانية، 5% في المرحلة الاولى. إنما إحنا اجتهدنا جدا على مدار السنوات اللي فاتت في البحث كيفية تحسين نسب الشفاء. تحسين نسب الشفاء يعني المرض ما يرجعش. النهاردة على مستوى، لما إحنا بنتكلم في أكتوبر الوردي على أورام الثدي، فنظم الوقاية النهاردة غير من 10 سنين فاتوا. نجاحات الوقاية النهاردة غير 10 سنين فاتوا. بالورقة والقلم إحنا رفعنا نسب الشفاء للثلاث مراحل الأولى والثانية والثالثة 20%. يعني لو نسب شفائي كانت فليكن 80%، النسبة دي زادت 20%. بإيه؟ طبعا ديفلوبمنت كبير في مجال التحاليل بلس العلاجات. يعني في تحاليل بتتعمل لو السيدة مرحلة أولى مثلا، هتيجي تقول لي مثلا سيدة أنا عندي 5% نسبة ارتجاع، أنا عايز أخد الماكسيمم تريتمنت علشان أضمن إنه ما يرجعش خالص. هقول لها والله هناك أبحاث بتقول ان في تحليل تنبؤي بالارتداد بناخد خلايا السرطان. التحليل ده في مصر بتابعت للخارج طبعا مجموعه من التحاليل الاف دي ابروفد، اللي هو الانكو تايب دي اكس والبروسيجنا وتحاليل اخرى ماما برنت والاندو بريدكت، كل دي مجموعه تحاليل في السيدات عندهم مرحله اولى هرمون ايجابي سرطان ثدي بتؤكد اذا كانت 95% شفيت او 5% ممكن يرتد. طب لو طلع في 5% للاسف بنديهم علاج اكسترا وقائي عشان نضمن الشفاء. ننزل للمرحله الثانيه والثالثه، المرحله الثانيه والثالثه طبعا احنا لو قسمنا اورام الثدي الى هرمون ايجابي وهرمون سلبي وطفره جينيه ايجابيه، هنقول في الثلاث نوعيات المختلفه حصل تطور في النظم الوقائيه. النهارده بقى في العلاج الوقائي بالاضافه للهرمون اللي كل السيدات عارفاه ما يسمى العلاج الموجه. العلاج الموجه هو إضافة بتضاف على العلاج الهرموني لتقليل الريكارنس اللي هو نسبة الارتداد، فبالتالي ده على نسب شفاء. طب في الناس اللي عندهم سرطان الثدي اللي هو الثلاثي السلبية، حاجة بيسموها الهرمون إيجابي والجين هرمون سلبي والجين سلبي، دخل العلاج المناعي عمل طفرة جيدة جدا في تقليل نسب الارتداد. طب في اللي عنده طفرة جينية اسمها الهيرتو، مجموعة من العقارات تدخلت أدت إلى تقليل نسب الارتداد بشكل كبير. جلوبالي بشكل مجمل نجحنا بكل تأكيد النهاردة بالمقارنة بعشر سنين. اللي عايز أقوله وده مهم جدا للسيدات، إن هناك شريحة كبيرة جدا من السيدات تم شفاء، ولكن دائما بيعلق في الذهن السيدة اللي لم يتم شفاء، ونقعد كلنا نتكلم عليها ونقعد في جروب على الواتساب وعلى الفيسبوك ومش عارف ايه وحصل لها ارتداد، مش شايف المجموعه. على الايجابي بنتكلم على السلبيه، في كميه كبيره الحمد لله. ايه اكتر الافكار السلبيه اللي انت بتواجهيها من الستات في مفاهيمهم عن التعامل مع سرطان الثدي او التعامل اول حيطه بيخشوا فيها؟ انت الماموجرام. طيب اول حاجه الماموجرام بيوجع، الماموجرام ما بيوجعش، وهو لو يعني هو في بتاع بلاستيكه كده وسطها، هو اكس راي، جهاز اكس راي على الواقف، وفي زي حاجه بلاستيك خفيفه كده بتفرد الثدي، لانه الثدي عامل زي كوره، فبس فرده خفيفه عشان تبقى الصوره ليها دايجنوستيك كواليتي او ليها قيمه تشخيصيه مش اكتر، فما بيوجعش. انه الماموجرام بيعرض للاشعه، الماموجرام ده سوفت راديشن، يعني احنا بنصور عضو عباره عن دهون وغدد ما فيهوش عظم خالص، فكميه الاشعه اللي مستخدمه في التصوير اصلا قليله جدا. غير اللي بنلبس ما فيش عظمه في البتاع، يعني قصدي بنصور سوفت تيشو، فالدوز اوف راديشن قليله جدا، 40 كي في ده زي اللمبه زي اللي في النور. وحاجه تانية انه الدوز محسوبه،
في منظمة عالمية لتنظيم خطر التعرض للأشعة مقرها في النمسا وبتعمل جايد لاينز، والماموجرام بيندرج تحت الأشعة الآمنة اللي الإنسان ممكن يتعرض لها سنويا. دي نقطة. أنا بقى عايزة أقول لهم إن في دراسات مقارنة بالتعرض للأشعة بتاعت الماموجرام مقابل إيه بيحصل في حياتنا اليومية. التعرض للأشعة في الماموجرام قد لو قعدتي في طيارة وان واي 6 ساعات، قاعدة ما بتعمليش حقيقة، ده بيعرضنا الأشعة قد بتاعت الماموجرام بالظبط. التعرض للماموجرام زي الأشعة اللي بتاعت سكرين التفتيش في المطارات، ده إكس راي بيصورنا كلنا، بيصور الجسم كله. فالماموجرام يندرج تحت الأشعة الآمنة تماما تماما. وبعدين كل حاجة بنعملها ليها بنوزن إيجابياتها وسلبياتها. احنا قلنا انه ممكن يوري الـ50% اسوشيشن او حاجات بتظهر قبل حدوث الورم، يعني فعلا نقدر نمنع حدوثه. بيحصل كتير جدا يوميا، بيبقى في حالة تكلسات في الثدي تامر عارف، ونحط فيها سلك للجراح يدخل يمشي وراه ويشيلها وتطلع تكلسات حميدة، لان هي بتمر بمراحل، يعني احنا ممكن نكتشفها في المرحلة الامنة تماما فكأن لم يكن خلاص، هو ده المكان اللي هيجي فيه الكانسر. فهو لازم كل حاجة نحسبها تفيدنا قد ايه وتضرنا قد ايه. انه دايما الستات تفتكر تقولك يا دكتورة انت ليه عايزاني اعمل عن سن 40 سنة، انا خالتي انا اختي في كندا بتعمل، قالولها هناك في كندا ولا في فرنسا عند سن 50 سنة. زي ما تامر لسه قايل، سن الكانسر عندنا في مصر 10 سنين اقل من السن العالمي، بيجي عندنا عند سن 48 سنة. فبالتالي احنا بنبدأ عند 40، يبقى سبقناه بجاب 8 إلى 10 سنين عشان نقدر نشوف اللي احنا قلنا عليه ده. الحاجة التانية انه برضو لو احنا عارفين ان العيلة دي فيها سرطان وجاي في سن مبكر ما نستناش بقى للـ40. في برضو قاعدة بتقول ان احنا هنبتدي 10 سنين اصغر قبل اصغر حد جاله. القصة التانية بقى المهمة اللي بيقعدوا يقولوا فيها، واحدة لقينا ورم مشكوك فيه او كانسر، حتى لو هو باين في الاشعة ان هو كانسر رسمي، في 5 درجات للتشخيص، واحيانا ابقى متاكده 100% انه كانسر بس لازم عينه. ليه لازم عينه؟ عشان اللي لسه قايله ان في 4 انواع كتقسيم بيولوجي او خلايا للسرطان، دي هتتعالج بكيماوي الاول، دي هتتعالج بهرمون الاول، دي هتعمل جراحه الاول، دي هتعمل كذا الاول، نسبه الخلايا السرطانيه عشان نعرف محتاجه ولا مش محتاجه علاج كيماوي. فكل دلوقتي ده محتاجين العينه كدوكيومنتيشن، انه نبقى متاكدين 100% في نسبه 3% انه قد يكون تليف شديد، حاجه اسمها سكليروزنج ادينوزس، حاجه اسمها فات نيكروزس. ساعات يبقوا ستات حقنادون في صدرها وصدرها مكلكع والدنيا ملخبطه وهي مش قايله. وحصل يعني في مره حق ست شالت حاجه مفروض ان هي سسبيشس وشالها البريست، بعد ما شالوا طلعت اكياس ميه وتليف عنيف وتليف في الدهون وعك كده وخلاص. فمهم جدا كان احنا نبقى 100% شور تحت الميكروسكوب ان ده سرطان، انه هيحدد نوعيه العلاج. موضوع بقى الابره بتنشر الورم، هي الابره داخله مقفوله وخارجه مقفوله وما بتمشيش جوه البريست الا بتاع 0.5 سم. والخلايا السرطانية المنزوعة من مكانها لو افترضنا حتى انها اتزرعت في حتة تانية مش هتعمل سرطان، لانها طالعة من غير اوعية دموية، من غير اللي بيعمل لها جروس. فده فكرة خاطئة، خرافة قولا واحدا. طيب. والعينة ضرورية. طيب الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي اغلبهم بيحصل لهم شهيتهم بتتقفل، ما بياكلوش وبيخسوا جدا. اللي بياخدوا علاج كيماوي في ساعات بيحصل نقص في الشهيه. احنا في 3 حاجات مفروض يكون بياخدوها، الفيتامين بي1 والزنك والاوميجا 3، دول 3 فواتح شهيه طبيعيه. حبوب؟ لا. اكل تمام برضو. خلينا منهج الاكل، مدرسه الاكل. هو ده صح يعني صح. الحبوب لازم في ميعادها وفي مكانها واللي محتاجها. انا هدي حضرتك مثلا، مين المثل اللي بنديله لازم؟ واحد بياخد تغذيه وريديه ما يقدرش، لازم اديله سيلينيوم من بره. بديكي بس يعني سريع كده، يعني الخراطيم لازم، يعني لازم. فيعني نرجع بقى للي عندهم ايه، هم في الحاجات اللي موجوده فيها ايه. مثلا جندفلي، حاجه صغيره من الجندفلي دي طبق صغير، خدنا زنك. اوكي. عايزين اوميجا 3، رنجة الناس بتحبها، سردين، تونه، في مكر. خلينا في الحاجات التانية، سلمون. يبقى كده خلاص خدنا اوميجا 3 مرتين في الاسبوع يفتح شويه. في ناس لما بياخدوا حته رنجه صغيره نفسهم بتتفتح شويه، يبتدي يقدروا ياكلوا.
نيجي بعد كده الى الفيتامين بي واحد موجود في العيش الكامل، موجود في جنين القمح، ناخد معلقة جنين قمح نحطها على الزبادي، دي هتفتح الشهية شوية. دي الحاجات اللي هي تفتح الشهية، بناكل وجبات صغيرة. اهم حاجة نبعد تماما عن المطبخ، ان الروائح بتاعت المطبخ بتقفل الشهية. ناخد الحاجات اللي شوك بلاستيك مش معدن، اللي بتغير خالص طعم البق برضه هتقفل الشهية. نمرة اللي بعد كده ناخد كده كيوبس، قطع اناناس صغيرة متلجة كل ساعتين ثلاثة، بتحسن الدنيا شوية، تخلي طعم البق احسن. المضمضة، اللي عنده حموضة ياخد محلول ملح زي الجفاف كده اللي هو فيه ملح، بعد الاكل ممكن بساعة يتمضمض بيه وقبل ما ينام، فيصحى الصبح الحموضة احسن فيقدر ياكل اكتر. في ناس اللي عندها مثلا بيحصل لهم طعم بقهم بيتغير، بيخليهم يشربوا حاجات يا اما ساقعة قوي يا اما سخنة قوي عشان يعرفوا ياكلوا ويكملوا. فهي في الاخر تعامل مع الحالة، الحالة نفسها عايزين نوصل لايه ناكل. لكن اهم حاجة اللي احنا برضو تعلمناه النهاردة لكل اصدقائنا، ان الكانسر مش فقط دكتور اللي بيعالجك من الكانسر، هي منظومة. صحيح. لازم يبقى فيها دكتور. صحيح. تغذية، لازم يبقى فيها دكتور بتاعك بتاع الكانسر، لازم يبقى فيه بطنة علشان يشوف ادويتك، لو عندك ضغط سكر يعرف يتعامل مع صح كده يا دكتور تامر؟ مظبوط. ولازم مزبوط. يبتدي بالأشعة. بشكرك جدا جدا على اللفتة اللي انت قلتيها بعد البرنامج الاخير، رحت عملت الماموجرافي بتاعي. اه انا رحت. يا ريت كل الستات، يا ريت كل الستات. وسهيرة عملت امبارح، ده من اشطر ستات. يا ريت كل الستات. ولا احنا بنطبق اللي بنقوله على طول. يا ريت ما نخافش من الماموجرافي، يا ريت نثق في العلم، يا ريت نثق في قدراتنا، يا ريت نبقى مؤمنين بالله ان ربنا هينجينا من اي حاجه وحشه. بص انا هقول لك حاجه، انا كست زي كل الستات لما ببقى داخله النجله حاجه غير وانا طالعه من عندها حاجه ثانيه، لان دي احنا طبعا يعني احنا بني ادمين. بس اعملي الهوم ورك اللي عليكي. بالظبط. لكن لازم اخش للدكتوره نجله، يعني هو انا لازم اروح لك. في خوف ايجابي وفي خوف سلبي. لكن الايجابي قد ايه المتعه ان ربنا بيبقى اكثر، يعني الف حمد وشكرا بخرج من عندك، لا انت سليمه، انت تمام، كذا زي الفل زي الفل. بالظبط كلمتك الشهيره. بنشكركم ميرسي جدا جدا على الحلقه دي. يعني على يقين بالله، لكن طول الوقت ناخد بالاسباب. بالزبط. وطول الوقت الحياه منظومه متكامله، ما ينفعش ابقى اعمل الواجب في جزء وبقيه الاجزاء انا مهملاها. اهم ثروه عند الانسان الصحه. أهم ثروة وأهم حاجة هو إن إحنا نبقى ماسكين الموضوع تغذية وأدوية ورياضة وحاجات كتير، يعني الموضوع بيبقى مجموعة زي كونسولت بتاع زمان. ده لازم. نشكركم ميرسي جدا، نورتونا وشرفتونا، وكان لازم نديكم الحلقة كلها بدون أي ضيوف آخرين عشان نستمتع بالمعلومات اللي بتدوها لنا. تحياتي لحضراتكم. زي كونسولت الستات لازم تبقى الحياه كده فيها كل لا الحقيقه ده مميز جدا. الام دي تي بتاع سهير ومفيده. سهير ربنا يخليك. ده شهاده اعتزاز. دكتور عمرو كل الشكر لوقتكم ولعلمكم، كل الشكر لكل مشاهدينا، ربنا يديم عليكم.